وإلى أخبار الأهلي في الصحف والمواقع. ونطالع من الأخبار: عبد الحفيظ لن نتعاقد مع العش، وعودة تريزيجيه صعبة. ومن الوفد: الأهلي يقرر قيد علي لطفي أفريقيا. ونطالع في الوطن سبورت: ظهر السبت الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا للإسماعيلي. ومن اليوم السابع: الأهلي يستعيد فتحي وسعد سمير في موقعة الإسماعيلي الثلاثاء المقبل. ومن فيتو: الشعلالي يقود مران مستبعدي الأهلي أمام الرجاء. ونطالع في موقع صدى البلد: مجلس الأهلي يؤدي صلاة الجمعة في فرع النادي بمدينة نصر. وإلى موقع في الجول: الأهلي لا صحة لطلبات فتحي والسعيد المبالغ فيها للتجديد. ومن يورو سبورت عربية: أزارو رقم 24 الذي يسجل 10 أهداف للأهلي في موسم واحد. ومن موقع الأهلي دوت كوم: سعد سمير ونجيب يشاركان في مران الغائبين عن مواجهة الرجاء. ومن موقع يلا كورة: القيعي يتقدم بدعوى للتعاون مع الزمالك لتفادي الخطر الاقتصادي. وقبل ختام نشرتنا مع فقرة زي النهاردة: زي النهاردة 26 يناير عام 1997، الأهلي يهزم فريق عصمة صون في كأس مصر بثلاثة أهداف مقابل هدف. أحرز أهداف الأهلي رضا عبد العال هدفين وياسر ريان هدفا. إلى هنا تنتهي النشرة الرياضية من قناة النادي الأهلي. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.